أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا الإخبارية التي نخصصها لتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. استشهد 8 فلسطينيين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل شرق مدينة غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارة على أحد المنازل شرق حي الشجاعية، ما أسفر عن 3 شهداء وعدد من الجرحى، كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة. وفي السياق، استهدف قصف مدفعي منازل المواطنين في مناطق متفرقة في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما واصلت الطائرات شن غارات عنيفة على المحافظة الوسطى في القطاع. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل ومنع التهجير. وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو في الضفة. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن العوائق المفروضة على وصول الإغاثة أدت إلى إضعاف قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي تحديثه الدوري عن الوضع في غزة، أفاد المكتب بأنه في الأول من مارس منعت السلطات الإسرائيلية 30% من بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة و10% من البعثات إلى جنوب القطاع من الوصول. قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت المنازل المحيطة بمجمع الشفاء، مبينا أن مئات الشهداء في محيط المجمع لم يتم التمكن من الوصول إلى جثثهم لانتشالها. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني والكوادر الطبية بالمستشفيات، فضلا عن استهداف معدات وعربات جهاز الدفاع المدني والذي بات يفتقر للإمدادات ويعمل بالحد الأدنى. قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه لا يمكن التسامح مع وقوع الضحايا المدنيين في قطاع غزة. وشدد تاياني على ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إيطاليا تقوم بالكثير من خلال مساعدات تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار، ستضاف إليها مساعدات أخرى من خلال مشروع الغذاء من أجل غزة. نفت الخزانة الأمريكية مزاعم بأنها خففت عقوبات عن مستوطنين في الضفة الغربية. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن إدارة الرئيس بايدن لا تعتزم بالكامل تطبيق العقوبات، مضيفا في الوقت نفسه أن هناك استثناءات إنسانية لجميع برامج العقوبات الأمريكية.
جاء أمر قضاة محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة، ليظهر كذب الرواية الإسرائيلية التي أكد ممثلوها في دفاعهم أمام المحكمة ذاتها أنهم لا يعرقلون دخول المساعدات. بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، جاء أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة، ليظهر كذب الرواية الإسرائيلية التي أكد ممثلوها في دفاعهم أمام المحكمة ذاتها أنهم لا يعرقلون دخول المساعدات. المحكمة قالت إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، وأعادت التأكيد على ضرورة أن تتجنب قوات الاحتلال أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان ألا ترتكب أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. كما أضافت أن الاحتلال لابد أن يتخذ إجراءات لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في أنحاء غزة بلا عوائق. يأتي أمر المحكمة في ظل تأكيد المنظمات الدولية بأن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات من خلال العديد من الإجراءات، والتي من بينها منع التصريح عن موظفي تلك المنظمات. وتشير شهادات موظفي إغاثة وبيانات للأمم المتحدة إلى أن الصعوبات المتعلقة بالحصول على تصريح إسرائيلية للموظفين الأجانب تعرقل جهود توصيل المساعدات إلى قطاع غزة. وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن هناك 45 طلب تأشيرة معلق، أكثر من نصفها لأكثر من شهرين، وكثير منها متوقف منذ نوفمبر على الأقل. عمليات التعطيل أثرت على 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة، مع تعليق 18 تأشيرة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وست تأشيرات لبرنامج الأغذية العالمي، وعدد مماثل لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، واثنتين لمنظمة الصحة العالمية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور طارق. يعني ونحن نتحدث عن القضية الفلسطينية، إذن يبرز هنا الدور المصري في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى. الحقيقة يعني كيف ترى هذا الدور مع الجهود المبذولة من أجل يعني إيجاد هدنة تبادل المحتجزين والأسرى؟ هو كما تعلمي التحرك المصري في التطورات في الحرب على غزة بتشمل مسارات متعددة، جزء منه ما هو إنساني مرتبط بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة والمساهمة في كل الجهود اللي تمت على المستوى العربي والإقليمي والدولي، إضافة للتحرك في إطار ممارسة أكبر قدر من الضغوطات على الإدارة الأمريكية لمراجعة مواقفها تجاه الحكومة الإسرائيلية، إضافة طبعا للنقاش والحوار مع الأطراف الأخرى وعلى الأخص طبعا الحكومة الإسرائيلية. تعلمي حضرتك مسار التحرك المصري منضبط ومحدد وفق للمرتكزات التي تعمل عليها القاهرة، وهو ضرورة أن يكون هناك اهتمام دولي كبير وإعادة تقديم القضية الفلسطينية في الواجهة الدولية. الجهود المصرية مستمرة في مسارات واتجاهات مختلفة، خصوصا في محاولات وقف إطلاق النار، وحضرتك تعلم أن هناك استراتيجية مصري كامل في هذا الإطار، سواء كان في مفاوضات الوساطة أو في التحرك لوقف إطلاق النار، والضغوطات التي تقوم بها مصر في اتجاه كل الأطراف سواء كان في الجمعية العامة أو مجلس الأمن، إضافة طبعا في تحركات وتوجهات الدبلوماسية الرئاسية اللي بتبذل مجهودات كبيرة بالإضافة لأجهزة الدولة المعنية. إذن دور مصر ليس دور إنساني فقط، إنما هو دور سياسي، دور استراتيجي، أيضا دور في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني. وحضرتك تعلمي أن الدعوة المصرية في هذا الإطار بتركز على ضرورة التوصل إلى خيار حل الدولتين. القاهرة عرضت خطة ثلاثية المراحل اللي هي بتبدأ بوقف لإطلاق النار
وتبادل المحتجزين والأسرى، ثم مرور بإجراءات بناء ثقة وصولا إلى الانخراط في تنفيذ فكرة خيار حل الدولتين والمرجعيات الدولية الحاكمة للقضية الفلسطينية كما تعلمي، واللي هي عطلتها إسرائيل والولايات المتحدة لسنوات طويلة. أعتقد أنه التحرك المصري هو تحرك يوجه البوصلة نحو إعادة تقديم القضية الفلسطينية للمشهد الدولي بظل تفاعلات كثيرة في هذا التوقيت. وهدف القاهرة ليس فقط وقف إطلاق نار، إنما التحرك في اتجاه تنفيذ هذه الاستحقاقات المعطلة، اللي طبعا هي كانت سبب كثيرا في توتر في الإقليم. يعني التوتر حضرتك وحالة عدم الاستقرار في الإقليم مرتبطة بعدم حل القضية الفلسطينية، وبالتالي رؤية القاهرة أو مقاربة القاهرة تركز في هذا الإطار، ضرورة أن توصل إلى حل دولي وتنفيذ مقررات الشرعية الدولية وإعادة بناء الاستحقاقات السياسية المعطلة من سنوات طويلة. في فرصة الآن لأن هناك حالة زخم كبير، لكن علينا أن ننتبه لأمرين. الأمر الأول أن القضية الفلسطينية مع كل الجهود اللي تبذل دوليا في هذا وإدخال المساعدات، لأنه لا نريد أن نقول أن مصر وأشقائها العرب هم اللي قدموا المساعدات بصورة كبيرة، أكثر من 90% من حجم المساعدات اللي دخلت من المعابر طبعا معبر رفح، لأنه إسرائيل تتعهد في إدخال طبعا المساعدات من 6 معابر ناحية، وبالتالي كانت هناك مشاركة مصرية في عمليات إنزال الجوار بعض الدول، إمارات، قطر، والدول الأجنبية، فرنسا والولايات المتحدة نفسها. وبالتالي القاهرة تتحدث هنا عن المقاربة الأشمل، ضرورة تنفيذ فتح فكرة المعابر، لأن المعابر ليها اتفاق حضرتك كما تعلم اتفاقية المعابر، وكان في تواجد أوروبي وأشراف أوروبي في مراحل معينة، لأن غلق المعابر يؤدي إلى هذه الأزمة. بالتالي القاهرة بتتحرك تحركات سياسية إنسانية تجاه أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات، لكن الأساس أن القضية الفلسطينية حضرتك هي قضية سياسية. طيب دكتور طارق، هذه المقاربة دكتور طارق، وحضرتك أستاذ في العلوم السياسية، يعني حابة أستغل وجود حضرتك معنا. إذا مصر أكدت مرارا استمرار فتح معبر رفح منذ بداية الأزمة، وده كان من الجانب المصري، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة الحقيقة للأشقاء الفلسطينيين، كيف ترى تأثير ذلك؟ يعني فتح المعبر كما تعلمي دائم ومستمر ولم تهدقه مصر أبدا، لكن طبعا توجهات وتصرفات الإسرائيلية من الجانب الآخر والتعنت الإسرائيلي في عمليات التفتيش وإدخال الشاحنات وغيره، والتفتيش اللي كان يمر من معبر العوجة ثم إلى رفح، والإجراءات اللي حضرتك تعلمينها، هو من عطل إدخال هذه المساعدات وجعل الدول تنظر إلى يعني إجراءات أخرى، سواء كانت جوي أو من خلال المنفذ الذي يجري العمل عليه الآن في صورة أو أخرى. وبالتالي كل هذه خيارات أنا في تقديري حضرتي خيارات مؤقتة مرحلية، الأساس هو فتح المعابر، 6 معابر من الجانب الإسرائيلي تجاه غزة ومعبر رفح، وبالتالي توجد الآلية لإدخال هذه المساعدات. وبالتالي تصميم مصر وتصميم الدول العربية على فتح هذه المعابر هو مهم في هذا التوقيت. القاهرة بتبذل حضرتك مجهودات كبيرة ومجهودات جبارة على مستويات مختلفة، الوساطة أيضا في دور الخطاب السياسي والإعلامي، أيضا في دعم الأشقاء سواء كان بالنسبة للمساعدات بالنسبة لإدخال الحالات الإنسانية في مصر. وبالتالي في تحركات مصرية كبيرة، هذا أمر طبيعي لأنه بطبيعة الحال مصر تنظر في القضية الفلسطينية أنها مسؤولية قومية كبيرة لنا، والاهتمام المصري سواء الرسمي أو الشعبي كبير بيها. احنا بننظر القضية الفلسطينية كأحد أهم مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، تحركات الدبلوماسية أيضا على مستويات مختلفة، وكما أشرت انخراط مصر في منظومة كاملة سواء في أعمال الوساطة بصورة كبيرة ومحاولة تقديم الأفكار والرؤى والمقترحات، والقاهرة استقبلت اللقاءات والاتصالات اللي تمت خلال الفترة الأخيرة. فمصر هي في بؤرة ما يجري الآن، ده أمر طبيعي بتقوم مصر فيه في إطار طبعا الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية وبأبناء الشعب الفلسطيني ومنع لتصفيه القضية الفلسطينية، لأنه الإجراءات الإسرائيلية الإجرامية اللي بتقوم في قطاع غزة ليس فقط استهداف المكون البشري، لكن العبث بالبعد الديموغرافي في القطاع وتصفيه القضية الفلسطينية. القاهرة منتبهة ويقظة لمثل هذه الأمور، وتنبه وتحذر كل الأطراف الدولية في هذا الإطار.
نعم. طيب حابة أتكلم مع حضرتك أيضا يا دكتور عن محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن وكمان الأمم المتحدة. كل الجهات دي أصدرت قرارات وتدابير لوقف إطلاق النار ولكن لم تلتزم بها قوات الاحتلال. إذن كيف يمكن المضي قدما في مقاضاة قادة الاحتلال؟ يا سيدتي علينا نفصل بين أمرين، القرارات النظرية التي صدرت وتحتاج إلى آليات تنفيذ سواء كان بالنسبة للمحكمة الجنائية، ودي بتلاحق أفراد كما تعلمي وقادة سياسيين وعسكريين مطلوبين أمام مسارات العالم كإرهابيين، وصدرت مذكرات توقيف منذ حرب غزة الثانية إلى اليوم. وبين محكمة العدل الدولية، لأنه كما تعلمي محكمة العدل الدولية قراراتها قرارات غير ملزمة وقرارات توجه وقرارات استشارية. الآن نحتاج إلى حملة دولية لنزع شرعية إسرائيل أمام المحاكم الدولية، يعني كفانا الاستغراق في قرارات لم تنفذ. يعني نحن لدينا القرار 2242 و338 ومبادلة الأرض مقابل السلام والقرار 193، ودي القرارات الحاكمة، الثلاث قرارات الرئيسة أو المهمة في هذا الإطار، ومبدأ الأرض مقابل السلام. الآن إذا لم تستجب إسرائيل نحن لن ننتظر حكم محكمة العدل، لأن ربما يأخذ فترة طويلة، يعني لن يصدر بصورة كبيرة، وسيفتقد الآليات أو الأدوات للتنفيذ وغيره كما تعلمي حضرتك. وبالتالي علينا أن نتجه إلى البدائل الأخرى المبعة لإسرائيل، نزع شرعية إسرائيل في المحاكم الدولية أمر يهم إسرائيل للغاية، لأن إسرائيل لم تكمل 100 عام في الإقليم. وبالتالي الحديث الآن عن أن هذه الدولة مارقة لقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، علينا أن نتجه إلى نزع شرعيتها في المحافل الدولية باعتبارها دولة مارقة، دولة رغم أنها عضو في الأمم المتحدة. وأذكر حضرتك أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت بقرار دولي، قرار 181 الصادر لسنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض، دولة يهودية أنشأت هي دولة إسرائيل الدولة العبرية والدولة الفلسطينية المفترض أن تنشأ. وبالتالي لا يمكن إسرائيل أن تطعن في هذا القرار الذي أنشأه القرار الشهير 181. وبالتالي نزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية أمر مهم للغاية الآن لكي تبقى إسرائيل دولة منبوذة، دولة مارقة، دولة في عزلة دولية، لأنه لن تستمر كثيرا الولايات المتحدة والقوى الغربية داعمة لإسرائيل بهذه الصورة. القوى الغربية والولايات المتحدة حضرتك تنظر لي إسرائيل ليس فقط لحماية أمنها أو غيره، إنما بطبيعة الحال هي داعمة لها. لا أتحدث هنا عن صفقات السلاح ولا أتحدث عن الدعم المعنوي والدعم السياسي وغيره في الأمم المتحدة أو غيره، لكن النظر إلى القضية الفلسطينية أنها قضية شعب، قضية شعب عانى من سنوات الاحتلال منذ وهو آخر أنواع الاحتلال في العالم بالمناسبة، يعني آخر أثار ما تبقى من الإمبريالية الدولية هذا هو الاحتلال. وبالتالي يتجه العالم الآن إلى التعامل مع إسرائيل أنها دولة مارقة. يحتاج الأمر حضرتك إلى جهد دولي وجهد عربي، ويحتاج إلى تنسيق مواقف واتجاهات، ويحتاج طبعا إلى لوبيهات ومراكز تأثير كبيرة في العالم. معنى أن أنت لازم تمثلي قوة ضغط وقوة نفوذ في العالم في مراكز التأثير الكبيرة. والعالم ليس الولايات المتحدة فقط، العالم الآن يعيد النظر في كثير من القضايا، ونحن في عالم أصبحنا عالم متعدد الأقطاب، يسمح لحضرتك بمرونة التحرك والتحرك في كل الاتجاهات لتحقيق الأهداف الخاصة ليس بالقضية الفلسطينية ولكن بالقضايا العربية التي أهملتها الأمم المتحدة ولم يعني تبذل مجهودات كبيرة في حلها. أعتقد أنه تبني حملة لنزع شرعية إسرائيل أولوية أولى في هذا التوقيت، وهذا هو ما يزعج إسرائيل بصرف النظر عن يعني ما سوف يصدر من قرارات ربما تصبح طبعا مؤجلة لافتقادها لآليات التنفيذ. أعتقد مهم للغاية أن يتم هذا. طيب دكتور طارق، حضرتك دلوقتي تحدثت في نقطتين، تحدثت عن محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، حابة أتكلم مع حضرتك عن قرار مجلس الأمن. هل ترى أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة أثر يمكن على المفاوضات الجارية بشأن التوصل لهدنة؟ يعني خلينا نسير لنقطتين حضرتك بعيدة عن الجدال القانوني والسياسي. القرار صدر تحت الباب السادس، والباب السادس غير ملزم، وبالتالي ليست القضية أنه ملزم أو غير ملزم، لأنه يفتقد أيضا الآليات للتنفيذ أو للتأثير. وبالتالي لا نريد أن ندور في حلقة مفرغة. الآن
ربط هذا القرار بالإفراج عن الرهائن والمحتجزين وغيره بطبيعة الحال هذه صياغة سياسية. يعني الولايات المتحدة حينما امتنعت حضرتك عن تنفيذ استخدام حق النقضة كان يعني الأمر الرابط هنا أو الرابط الأساسي بين الإفراج عن المحتجزين وغيره، لكن يحتاج الأمر إلى تفعيل القرار إزاي؟ هذا هو الأهم. إما أن يلجأ الأمين العام لاستخدام صلاحياته تحت البند 90 لصلاحيات الأمين العام أو في البند 25 ميثاق تحت حفاظا على الأمن والسلام الدولي، ويتجه إلى إحالته إلى الباب السابع، تبدأ مناقشات حول هذا القرار تحت الباب السابع. هذا هو المسار الممكن الاتجاه إليه في هذا التوقيت، قرار وإدخاله حيز بأمر مختلف تماما. لكن الأمين العام كما تعلمي تم شيطنة إسرائيلي، وبالتالي إسرائيل يعني أدخلت الأمم المتحدة ووكالتها وحضرتك حتى وكالة غوث اللاجئين وأنار وكل الوكالات الدولية وكل اللي تابعة لليو إن كلها تم شيطنتها بما فيها الأمين العام. فأعتقد أن الأمين العام عليه دور في هذا الإطار، هل هيكمل المواجهة؟ الرجل قام بدوره طبعا، وحضرتك دار القاهرة كما تعلمي ووقف أمام معبر رفح في الزيارة الثانية ووجه رسائل للعالم. هذه كلها أمور رمزية، نحن الآن نحتاج إلى إجراءات، نحتاج إلى تدابير، نحتاج إلى إجراءات مباشرة لتنفيذ ما يتم إصداره والضغط على إسرائيل. أنا أعتقد أنه مجلس الأمن يستطيع أن يقوم بهذا، لكن كما تعلمي مجلس الأمن غابة سياسية كبيرة وصراعات كبرى، والقضية ليست في استخدام حق النقض أو عدم استخدام، القضية مرتبطة حضرتك في تركيب وحسابات ويعني أهداف ومصالح للقوى الكبرى. والولايات المتحدة وهي تمتنع عن التصويت تدرك أنها تمسك العصا من المنتصف، لا تريد أن تفقد مصداقيتها الدولية، وتتحدث عن الإجراءات والتدابير والشراكة مع الدول العربية وتتخوف من رد فعل إسرائيل. بالعكس، ده قامت إسرائيل الولايات المتحدة بإجراءات وتدابير محاولة لتردية إسرائيل، يعني بصرف نظر عن الإجراءات التي اتخذها نتنياهو كما تعلمي، لكن في النهاية قام وزير الدفاع الإسرائيلي بزيارة الولايات المتحدة والحوار الاستراتيجي تم وتتم اللقاءات بصورة كبيرة. محاولات الطردية تم الإعلان عن قائمة تحفيزية لإسرائيل في السلاح، الF-35، الF-15 المعطلة، الذخائر، المقصوفات، كل هذه القائمة إعلان عنها خلال الساعات الأخيرة. إذا نحن بحاجة يا دكتور للخروج من دائرة الإجراءات إلى دائرة التنفيذ على أرض الواقع. دي أكتر جملة ممكن أنهي بيها يعني لقائي مع حضرتك. أنا بشكرك الحقيقة جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من معلومات، دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، هنخرج دلوقتي لفاصل قصير، بعده هنكمل مع حضراتكم هذه التغطية. أهلا بحضراتكم من جديد. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كثيرين من العرب الأمريكيين يشعرون بالألم بسبب الحرب على غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل، مشددا على أنه يعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح المحتجزين. وشدد الرئيس الأمريكي أنه يعمل أيضا على التوصل الفوري لوقف إطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل. وفي إعلان أصدره البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث العربي الأمريكي، لفت بايدن إلى أن الأمريكيين العرب كانوا هدفا لجرائم الكراهية، معربا عن شعوره بالحزن الشديد بسبب المعاناة التي تواجهها الجالية العربية.
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة. وأضافت الوزارة أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار وإقناعا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط بين وقف الحرب وإدخال المساعدات. اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يؤكد تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة، لكنه يرى أنه لا يزال من الممكن وقف تدهوره. وشدد المفوض العام على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية، وحث الدول التي علقت تمويلها للأونروا على إعادة النظر في قرارها للسماح للوكالة بأداء مهامها بما في ذلك المساعدة على تجنب المجاعة. أكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن وصول المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة في حين يواجه أكثر من 1,100,000 شخص في غزة خطر المجاعة. تأتي تصريحات المنظمة الأممية ضمن تحذيرات دولية متكررة من مجاعة وشيكة في قطاع غزة خاصة في الشمال. المزيد في العرض التالي والزميل كريم الخولي. أهلا بكم. تتوالى التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة في قطاع غزة خاصة في الشمال في ظل إجراءات الاحتلال التي تحول دون تدفق المساعدات الضرورية. الأمم المتحدة أكدت أنه لا بديل عن وصول المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة ومحذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من 1,100,000 شخص في غزة خطر المجاعة. المنظمة الدولية أشارت إلى أن مكتبها المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في الأرض الفلسطينية المحتلة رصد تدفق الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على المستشفيات، مؤكدة استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من 70% من شمال غزة يواجه جوعاً رهيباً. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن برنامج الأغذية العالمية لم يتمكن الشهر الجاري سوى من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة، وذلك لجلب الغذاء إلى حوالي 74,000 شخص، مؤكدة أن الشحنات اليومية ضرورية لمنع المجاعة. وكانت مؤسسة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد حذرت من انعدام الأمن الغذائي الكارثي بقطاع غزة، مشيرة إلى أنه ستكون لديها أسباب لإعلان مجاعة في محافظات شمال غزة بحلول مايو وفي جنوبها في يوليو المقبل. وأوضحت المؤسسة التابعة للأمم المتحدة أنها لم تعلن حالة المجاعة خلال 20 سنة إلا مرتين، أولاهما في الصومال عام 2011 والأخرى في جنوب السودان عام 2017. وفي انتهاك للقوانين الدولية تقيد إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة لاسيما عبر البر، وهو ما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود في القطاع الذي تحاصره. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول المخاوف الدولية من حدوث مجاعة في غزة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. شكرا لكم على طيب المتابعة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. برحب بحضرتك دكتور أيمن.
أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. إذن ونحن نتحدث عن آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذن كيف تتابع الجهود المصرية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية وأيضا التحذير من مواصلة العمليات العسكرية في رفح؟ بالتأكيد يعني الجهد المصري والدور المصري منذ 7 أكتوبر الماضي كان جهد كبير وجهد مختلف عن الآخرين، قام على قراءة حقيقية وعلى قراءة أيضا حتى مستقبلية لطبيعة هذا الصراع. وبالتالي لو نظرنا للبيان المصري الصادر في اليوم التالي اليوم 7 أكتوبر حذر من أشياء أصبحت الآن محل مخاوف الجميع. حذرت مصر من توسع الحرب، حذرت مصر من حدوث مجاعة ومجازر كبيرة في قطاع غزة، حذرت قالت مصر أن ما يجري هو عرض لمرض، وتأكد الجميع أن المرض الحقيقي هو عدم وجود أفق للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية منذ فترة طويلة. المعروف أن المفاوضات توقفت بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أكثر من 10 سنوات في أبريل عام 2014 عندما قادها في ذلك الوقت جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. لذلك مصر تحركت بسرعة وفي أكثر من مسار. المسار الأول هو المسار الدبلوماسي. عقدت مصر وبسرعة أكبر قمة حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهي قمة القاهرة للسلام في أكتوبر الماضي التي حضرها أكثر من 32 زعيم ورئيس دولة بالإضافة لأربع منظمات إقليمية ودولية. البيان الصادر عن قمة القاهرة للسلام في أكتوبر الماضي حدد محددات السلام وحدد محددات إنهاء هذه القضية. هذه المحددات لم تختلف منذ قمة أكتوبر الماضي وحتى اليوم. الأولوية المصرية في كل هذه الفترة وفي كل هذه الاجتماعات واللقاءات سواء كانت في القاهرة أو خارج القاهرة تقوم على مجموعة من الأدوات والثوابت. الثابت الأول أن الأولوية الأولى بالنسبة لمصر والدولة المصرية والقيادة المصرية هو وقف إطلاق النار، وأن بعد وقف إطلاق النار يمكن الحديث عن كل شيء، لكن في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية والمجازر وما يجري الآن في القطاع بمكوناته الثلاثة في الشمال والوسط والجنوب لا يمكن الحديث عن ما يسمى باليوم التالي في قطاع غزة. وبالتالي دفعت مصر أكثر جهدها في هذا المنحى حتى وصلنا إلى صدور قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار، وصدر قبلها أكثر من قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيب دكتور أيمن، يعني من وجهة نظرك كيف ساهم معبر رفح البري وكمان تأكيد مصر على استمرار فتحه منذ بداية الأزمة في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية؟ بالتأكيد يعني معبر رفح أولا هو دائما مفتوح على مدار 24 ساعة. الذي يعرقل دخول المساعدات معروف للعالم كله وهي إسرائيل التي قصفت المعبر من الجانب الآخر أكثر من 4 مرات. 80% من المساعدات الإنسانية والدوائية التي تذهب لقطاع غزة قدمتها الدولة المصرية سواء الحكومة المصرية أو المؤسسات الأهلية المصرية. حتى 20% الأخرى مصر تقوم باستقبال السفن التي تحمل المساعدات أو الطائرات في مطار وميناء العريش وتقوم بتجهيزها حتى تدخل إلى قطاع غزة. أيضا مصر هي التي صاغت الفقرة الرئيسية في القرار 27-20 الذي طالب إسرائيل بفتح معبر آخر بجانب معبر رفح حتى تدخل كميات كبيرة جدا من المساعدات للقطاع وهو معبر كرم أبو سالم، ونجحت مصر في هذا الأمر بشكل كبير. أيضا مصر لا تكتفي حتى بفتح المعبر وكل هذا الجهد على مدار 24 ساعة، مصر تساهم أيضا في إنزال المساعدات بالإسقاط الجوي أو بالإنزال الجوي. استقبلت مصر كل ضيوف العالم بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار معبر رفح مرتين وأشاد بالجهد المصري وأشاد بما تقوم به مصر في سبيل تسهيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كل هذا الأمر أثمر في النهاية أن التقارير الدولية قالت أنه في الأسابيع الأخيرة بات عدد الشحنات أو عدد الشحنات التي تدخل القطاع غزة باتت تصل إلى حوالي 200 شاحنة في اليوم. في البداية كنا نتحدث عن 20 و30 وحتى عندما وصلت 70 اعتبرها البعض إنجاز. اليوم ونتيجة للضغط المصري والجهد المصري والتنسيق الذي تعمل به الأطقم الفنية المصرية اليوم نحن نتحدث عن حوالي 200 شاحنة بتدخل إلى قطاع غزة. بالتأكيد هذا العدد ليس هو العدد الكافي أو العدد المطلوب، لكن مصر أولا بتدفع لوقف إطلاق النار بأن يكون هناك هدنة إنسانية بين إسرائيل و
حركة حماس والفصائل في قطاع غزة بعد أن نجحت مصر في الهدنة الأولى 26 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر الماضي. هدف مصر من هذه الهدنة أن تكون هناك فترة لدخول مزيد من المساعدات ودخول حوالي 1000 شاحنة في اليوم إلى قطاع غزة. الهدف من كل ذلك هو تهيئة البيئة السياسية والمسرح السياسي لإنهاء الحرب أولا، إعادة الإعمار لقطاع غزة، والبدء في مرحلة سياسية لإقامة الدولة الفلسطينية، لأن مصر تقول دائما بدون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية سوف ما حدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن قد يتكرر مرة ومرات أخرى. وبالمناسبة القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي حذروا من هذا الأمر كثيرا قبل 7 أكتوبر، وكانوا دائما يقولوا أن عدم حل القضية الفلسطينية معناه عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط. لذلك بدأنا نسمع في هذه الأيام أصوات مهمة، سواء وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أو حديث حتى أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي عن فكرة إقامة دولة فلسطينية أو استعداد البلدين للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا تطور في تقديري تطور كبير وتطور مفصلي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي 27 كانوا دائما لهم موقف السابق، يقولوا نعم نقبل بحل الدولتين لكن بشرط أن يكون نتيجة وثمرة للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الموقف الجديد يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي مستعدون للاعتراف بالدولة الفلسطينية إما بشكل ثنائي أو بشكل جماعي بصدور قرار من مجلس الأمن يعترف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67. وبالمناسبة طيب، هذا الأمر موجود في الجمعية العامة. الجمعية العامة منذ عام 2012 نوفمبر 2012 اعترفت بدولة فلسطين، لكن وفق ما سمي بنان ممبر ستيت أو دولة مراقب أو دولة غير كاملة العضوية في الجمعية العامة المتحدة. طيب دكتور أيمن، وحضرتك خبير في العلاقات الدولية، حضرتك تحدثت عن الجهود المصرية منذ بداية الأزمة في فتح معبر رفح وإدخال المساعدات، وزي ما حضرتك ذكرت بنشوف استمرار وزيادة في إدخال المساعدات يوما تلو الآخر. يعني إذن ما تفسيرك لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية وأيضا المداهمات وارتكاب الجرائم في حق الفلسطينيين، وده بالتأكيد بيأتي بالتأكيد توازي أيضا مع عمليات عسكرية متواصلة في قطاع غزة؟ بالتأكيد إسرائيل بتخوض حرب شعواء على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة سواء في قطاع غزة في القدس الشرقية، وهذه نقطة مهمة أيضا بالإضافة حتى للفلسطينيين داخل الخط الأخضر أو الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. إسرائيل لديها خطة وهي ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم. إسرائيل تدرك أن الدولة الفلسطينية تتكون من الأرض والشعب والحكومة. عندما تزيح الشعب الفلسطيني من على الأرض لن تكون هناك دولة فلسطينية. قبل 7 أكتوبر بأيام قليلة وفي سبتمبر الماضي وقف نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرض خريطة ليست فيها الضفة الغربية على الإطلاق. في هذه الخريطة ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالكامل إليها، رغم أن اتفاقيات أوسلو في سبتمبر 1993 تقول أن الضفة الغربية بمناطقها الثلاثة ألف وبه وجيم هي مناطق تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. قد تختلف مقدار السلطات أو ما تتحكم فيه السلطة الوطنية الفلسطينية بينها وبين إسرائيل، لكن في النهاية هي أراضي فلسطينية، أو حتى وفق الذين يدعمون إسرائيل هي أراضي متنازع عليها. وبالتالي عندما يطرح نتنياهو مثل هذه الخريطة يكشف ما في داخله وفي داخل هذه الحكومة المتطرفة أنها لا تريد دولة فلسطينية. عندما إسرائيل تصر على هذه الخطوة لا تريد للشعب الفلسطيني أن يبقى في أرضه. لذلك مصر دائما كانت تحذر من فكرة التهجير القسري سواء من قطاع غزة إلى مصر أو من الضفة الغربية لنهر الأردن إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن، أي إلى المملكة الأردنية الهاشمية. هذه خطة إسرائيلية واضحة، هي تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها حتى يخلو الجو لإسرائيل. لكن ده بالنسبة يا دكتور أيمن للخطة الإسرائيلية. حابة أستغل وجود حضرتك معنا أيضا ونتحدث عن الموقف أو السياسة الأمريكية. هل في تغيير في الموقف أو السياسة الأمريكية تجاه حكومة الحرب الإسرائيلية ونتنياهو، ولا الدعم الأمريكي مستمر مع وجود تصريحات؟ هذه التصريحات ممكن نعتبرها للاستهلاك الإعلامي؟
أولا أشكرك على هذا السؤال. أنا في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا يختلفان في الأهداف، نفس الأهداف الإسرائيلية والأمريكية واحدة. أولا القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية الموجودة في غزة، لا يوجد أي شك في هذا الأمر. رقم اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية تدعم استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بكل الأشكال بما فيها حتى في القرار الصادر مؤخرا، القرار الصادر عن مجلس الأمن الأخير، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية قالت في الجلسة أن هذا القرار غير ملزم لإسرائيل، وأصرت الولايات المتحدة الأمريكية أن يصدر هذا القرار بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس الفصل السابع. الفصل السابع جميع فصول الأمم المتحدة أو ميثاق الأمم المتحدة هي فصول ملزمة، لكن الفصل السابع هو الأعلى إلزاميا. رفضت الولايات المتحدة الأمريكية صدور هذا القرار بموجب هذا الفصل حتى تعطي إسرائيل ثغرة جديدة لمواصلة الحرب. اليوم وبالأمس كشفت كل الصحف الأمريكية عن الصفقات الجديدة، أكثر من صفقة ب 2.5 مليار دولار للذخيرة الضخمة والطائرات F-35 التي سوف ترسلها للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. كل طلقة في تقديري، كل قذيفة، كل عمل عسكري بتقوم به إسرائيل تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية ضد قطاع غزة، وبالتالي الأهداف الأمريكية والأهداف الإسرائيلية لا تختلف، الخلاف فقط في الأدوات. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أدوات تبدو أنها أدوات ناعمة لتحقيق مثل هذه الأهداف، بينما إسرائيل ونتنياهو وحكومته المتطرفة تريد تنفيذ هذه الأسباب وهذه الأهداف المتفق عليها أمريكيا، لكن ربما بأدوات خشنة حتى ترضي الداخل الإسرائيلي. وبالتالي الخلاف فقط في الأدوات وفقط ما بين إدارة نتنياهو وإدارة الرئيس جو بايدن، وليس بين الدولة الأمريكية بمؤسساتها المختلفة والدولة الإسرائيلية. الدليل على ذلك أن الحماية الدبلوماسية الأمريكية لإسرائيل ما زالت مستمرة، الدفع بكل ما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة وذخيرة إلى إسرائيل ما زالت مستمرة. ما يقوم به وزير الخارجية الأمريكي في تقديري هو عمل كالمخرج الذي يريد إخراج الأهداف الإسرائيلية لكن في صورة يتقبلها الرأي العام، سواء الرأي العام في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط. إذن هناك توافق، إذن هناك توافق في الرؤى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولكن التنفيذ على أرض الواقع ربما يكون مختلف. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن سمير، وحضرتك خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية والتي خصصناها بالحديث عن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كنت معكم فيها أنا حنان عاطف، إلى اللقاء.